بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، نجح مجلس النواب في التئام أعضائه وعقد جلسته في السيئون، تلك المدينة التاريخية، بذلك العرس الديمقراطي والتاريخي لاجتماع مجلس النواب بعد انقطاع لأربع سنوات. فكيف سارت الترتيبات لعقد هذا المجلس، وما التحديات التي تم تجاوز، الصعوبات التي تم تجاوزها لعقد المجلس في سيئون، وما أبرز النتائج التي خرج بها المجلس، وما الذي أو ما الخطة المستقبلية التي سيتحرك من خلالها مجلس النواب بعد انتهاء أعماله في سيئون خلال اليومين أو خلال يوم أمس اجتماع المجلس في سيئون، ونتائج هذا الاجتماع والخطط المستقبلية لمساره، موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي العائد من سيئون، عضو مجلس النواب الشيخ محمد الحزمي. شيخ محمد، أهلا وسهلا. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين. مرحبا بك. اسمح لي أن أهنيكم كأعضاء مجلس النواب بهذا الحدث التاريخي والتئام المجلس وانعقاده في سيئون. والتهنئة موصولة للشعب اليمني وللطاقم الإعلامي اليمني بكل مكوناته وللسياسيين بكل مكوناتهم. العرس كان عرسا بامتياز، عرسا يمانيا بامتياز. إذا معك شيخ محمد، سنخوض في تفاصيل ترتيبات مجلس النواب، ما الذي دار في المجلس أثناء الاجتماع، بما خرجتم، ما الذي يمكن أن يصنعه الأعضاء خلال الأيام والشهور القادمة بعد نجاح الانعقاد الرسمي بدعوة من رئيس الجمهورية. دعنا في البداية والمشاهد الكريم نتابع هذا التقرير الذي أعده الزملاء. في ختام أعمال دورته غير الاعتيادية بسيئون، أصدر مجلس النواب بياناً أكد فيه العمل وبكل الوسائل الممكنة مع كافة سلطات الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، رمز الشرعية وعنوان التوافق الوطني ومحل الإجماع. بيان المجلس أكد على المرجعيات الثلاث كأساس وحيد للحل السياسي والرفض المطلق لأي محاولة لتغيير أو تعطيل هذه المرجعيات، وفيما جدد النواب التأكيد على اعتبار كل القرارات والإجراءات الصادرة عن الميليشيا في حكم العدم، جاء التشديد على تجريم جميع الأعمال التي قام بها الإنقلابيون. حالة الانعقاد الدائم نقطة أخرى أشار إليها بيان المجلس الذي أوصى الحكومة بعدم إجراء أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق السويد، داعيا الحكومة لتحديد مهلة زمنية للميليشيا للانسحاب من الحديدة وتسليمها للسلطات المحلية، مع إبقاء القوات العسكرية في حالة تأهب لاستمرار العمل العسكري. البيان الذي تضمن 19 نقطة يأتي بعد 4 أيام من الانعقاد الذي اعتبره كثيرون ضربة موجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة والملشنة ومعارضي استعادة الدولة، انعقاد صوت خلاله المجلس على الموازنة العامة للدولة للعام 2019 في خطوة لها دلالتها على تبدد أوهام المقامرين بالوطن الراغبين ببقائه بعيدا عن مسار الحياة السوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وإذا كان كثيرون قد كتبوا وتحدثوا عن مشاهد النواب وهم يعبرون عن مطالب الشعب أو يسألون الوزراء باعتبارها مشاهد شاهدة على عودة قطار الوطن إلى سكة السياسة رغم كل العراقيل، فإن آخرين تساءلوا دون إغفال لفقرة الانعقاد الدائم، هل كانت 4 أيام كافية بعد 4 سنوات؟ شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، وأجدد الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو، عضو مجلس النواب الشيخ محمد الحزمي. شيخ محمد، أهلا وسهلا. مرحبا بك مرة أخرى. وقفت أمامكم تحديات أمام انعقاد مجلس النواب، بذلت جهود أيضا لتجاوز هذه التحديات، ما أبرز هذه التحديات التي تجاوزتموها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أولا اسمح لي أن أوجه رسائل شكر. أول رسالة شكر هي لله من قبل ومن بعد، نشكره على نعمه ونعمته الذي بنعمته تتم الصالحات. الشكر الرسالة الشكر الثانية إلى الشعب اليمني الذي كان هو الدافع الرئيسي والمحفز الرئيسي، برغم كان هذا الشعب يمل جلسات مجلس النواب الحقيقة، وإذا به في هذه المرحلة العصيبة كان يعني هو الدافع الرئيسي ليعيد سماع تلك الجلسات التي كان فيها النقاش وكان فيها من أجل مصلحة الوطن، فكان دافع رئيسي. الرسالة الثالثة نشكر الأخ رئيس الجمهورية الذي كان له دور أيضا، وأيضا الشكر الكثير للإخوة في المملكة العربية السعودية الذين حقيقة نقولها دون مجاملة أنهم كانوا الذين بذلوا الجهد الكبير لتدليل المصاعب. كانت هناك مصاعب كبيرة في اجتماع المجلس، أولها كان تفرق أعضاء مجلس النواب نتيجة بعد ما حدث لهم بعد الانقلاب، تمزقوا وتشردوا في الأرض وتاهوا، وهذا الجهد أيضا كان في تهيئة المكان من الناحية الأمنية واللوجستية. الإخوة في المملكة بذلوا جهد كبير، وكانت يعني للأمانة كان مهمتهم كبيرة تتركز في تهيئات وإذلال العقبات فقط، هذا الذي لمسناه. وأيضا رسالة شكر للإعلاميين أيضا الذين كان لهم دور في إيصال صوتنا إلى الشعب اليمني. الحقيقة كما ذكرت لك أن كانت هناك عقبات. أول شيء أن هناك تمزق في النسيج السياسي، وهذا التمزق الذي حدث في الجسم السياسي بعد حادثة الانقلاب ثم ما تلاها من مقتل الرئيس السابق على يد العصابات الحوثية، وتمزق المؤتمر، هذا أيضا سبب عراقيل كثيرة. لكن الحمد لله استطعنا بحكمة العقلاء وجهد الأشقاء أننا نتجاوز هذه المرحلة، وتم التوافق، وكان الكل يعني حقيقة متحمس، وتحمسوا أكثر عندما تم إسقاط طائرة فوق سيئون، فشعروا أن هذا تحدي وإرهاب لهم، فكان أيضا دافع للأعضاء أنهم يصرون على أن ينعقد المجلس. نحن أمام تحديات ربما مادية، لوجستية، سياسية، أمنية، ربما كثير من التحديات صادفت. التحديات اللوجستية الحمد لله الإخوة في المملكة تكفلوا بها، المسائل اللوجستية والأمنية. التحديات السياسية العدوان الحوثي على كل القوى السياسية وعلى الشعب كان هو السبب الرئيسي في تجاوز التحديات السياسية والعقبات السياسية. يعني اضمحل الكيد السياسي، نستطيع نقول أنه حدث له اضمحلال في الفترة الماضية القريبة إلى حد كبير، وهذا كان مساهم في إنجاح القضاء على العقبة الرئيسية وهي العقبة السياسية. طب انتقلتم كأعضاء مجلس النواب بعد أن دعاكم رئيس الجمهورية للإنعقاد وتم تحديد مدينة سيئون لهذا الحدث، ورتبتم أموركم وانتقلتم بالطائرة إلى سيئون، كيف سار برنامجكم بعد ذلك؟ الحقيقة كان قد سبقنا الطاقم الفني والمراسم والأمن، نحن لم نصل إلى هناك إلا وكل شيء يعني أمنيا ولوجستيا كان جاهز، الفندق والأماكن الإقامة كانت جاهزة، الأجواء كانت مهيئة تماما، لم نشعر بأي عقبة، الكل كان فرحان، أغلب الأعضاء لأول مرة يزورون اليمن منذ الانقلاب، حتى أن بعضهم بكى عندما نزل إلى أرض الوطن. كانت مشاعر طيبة اجتاحت قلوب ومشاعر الأعضاء، الكل كان متحمس، لا يهمه التهديدات والترويعات التي حدثت.
إذن تم ترتيب القاعات، تم ترتيب كل شيء، تم ترتيب الجانب الأمني، ثم بعد ذلك بدأتم بمراسيم جلساتكم. نعم. ما التفاصيل في هذا الجانب؟ كيف مر اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث؟ كان أول يوم هو انعقاد جلسة. نحن نعرف أننا يعني أننا متعطشون وأن أمامنا مهام كبيرة وكثيرة، لذلك كان لابد أن نضغط على أنفسنا. وكان أول شيء قمنا به هو اجتماع المجلس. من الطبيعي وفق اللائحة أن يكون هناك انتخاب لهيئة رئاسة المجلس. كان هناك توافق سياسي، ومع ذلك خضع الانتخاب للائحة وتم الترشيح. بعض الإخوة الأعضاء قدموا أنفسهم مرشحين، ولما وجد أنه بالنسبة لرئيس المجلس أن انسحب البعض ما دام وجد أن هناك إجماع بين القوى السياسية على الأخ سلطان البركاني، وتم بكل أريحية الإجماع على أن يكون سلطان رئيس المجلس. ثم بعد ذلك تم انتخاب الهيئة أو نواب رئيس المجلس لتكتمل بذلك الهيئة. طبعا في البداية كان رأس الجلسة الأكبر أعضاء سنا، وهو الذي أدار الجلسة. ثم بعد أن تم انتخاب هيئة رئاسة المجلس، بدأ المجلس يمارس عمله، وبدأ نستقبل الأخ رئيس الإعداد لاستقبال رئيس الأخ رئيس الجمهورية ليفتتح الدورة الانعقادية الاستثنائية. وحضر الأخ الرئيس، وحضر الإخوة السفراء، وحضرت الحكومة، ولذلك وكان عرس يمني بامتياز، تابعه الشعب اليمني بفرح وغبطة وسرور ومشاعر لا توصف. ونقل على الهواء مباشرة. نعم، هذا تقريبا كان في النصف الأول من يوم السبت. كان لديكم جلسات عصرية وصباحية، كيف مشت أمور الجلسات؟ كانت هناك لقاءات، طبعا يتم اللقاءات بالعصر هذه بين القوى السياسية وبين المكونات السياسية للإعداد للجدول، جدول الأعمال. وهذا ما تم، وكان إعداد لليوم التالي الذي كان أهم ما بدأنا به هو إحياء مؤسسة الدولة، وهو إقرار موازنات أو أن تأتي الحكومة لمناقشة برنامج أو مشروع قانون الموازنة. الكل يعرف أن الموازنة لا يمكن أن تكون إلا إذا وافق عليها مجلس النواب، أما إذا قدمتها الحكومة هي تقدم مشروع ويظل مشروع حتى يصوت عليه. وهذا ما تم، ولذلك كان أبرز عمل قام به مجلس النواب هو مسألة إقرار موازنة الدولة، وهي موازنة وليست ميزانية. وهذه الموازنة لأنه أنت على ضوئها تستطيع أن تراقب الدولة الحكومة، وعلى ضوئها يقل الفساد، لأن الحكومة هي قدمت موارد يجب أن تلتزم بها، وقدمت مصروفات يجب أن تلتزم بها. صارت هذه الموازنة قانون لا يمكن لأحد أن يتجاوزه من موظفي الدولة. إذا صار المسألة نظامية، ولذلك إن شاء الله نتيجة لإقرار الموازنة سيكون الرواتب إن شاء الله منتظمة، وإلا ستقع الحكومة منتظمة في الحدود التي وضعتها الدولة في خطتها. نعم. قالت نعم. تقريبا 63% من المرتبات اليوم. هناك عجز، لكن الحكومة الآن لأنها خرجت بقانون الموازنة من المجلس تستطيع أن تخاطب العالم اليوم. اليوم العالم الذي يقول أنه يقدم المساعدات لا يحق له أن يقدم المساعدات عبر منظمات غير مراقبة من الشعب اليمني. الحكومة الآن أخذت قانون اسمه الموازنة، تعالوا يا الذي يريد أن يدعم اليمن يدعم هذه الموازنة، ونحن مسؤولين عن تنفيذ ما تعهدنا به في هذه الموازنة التي هي قانون. ولذلك من السهولة الآن على الحكومة بعد إقرار الموازنة، من السهولة الآن تخاطب الدول، وتخاطب الدول المانحة والدول المساعدة. الآن خلاص، لأنها إحنا عندنا عجز في الموازنة مثلا، يجب هذا العجز أن يغطى وسوف يغطى.
وأيضا هناك يعني أنتم كما سمعتم أنه أوصينا الحكومة أنها تعمل على بيع الغاز وبيع النفط من أجل أن تعزز ما الذي ذكرته هي الحكومة مواردها ما الذي ذكرته الحكومة الحكومة التزمت الحكومة التزمت أدرجته ضمن الميزان الموازنة نعم وهي التزمت بالتوصيات لم تعارض أي توصية وستعمل جاهدة إن شاء الله والمجلس النواب معها والقيادة السياسية معها بإذن الله وهذا إن شاء الله مبشر بخير أقول يعني بعد ما أقرت الموازنة الحكومة تستطيع أن تظهر للعالم تقول نحن هنا لكن قبل عندما كانت تشتغل لوحدها دون مجلس رقابي وتشريعي يشرع لها ويراقبها كان هناك ضعف لذلك نحن نرى في استجابة دولية وترحيب دولي بانعقاد مجلس النواب وتقديم الحكومة للمشروع الموازنة. كيف تابعت الكلمات والمشاركات التي قدمها أعضاء مجلس النواب أمام الحكومة وفي أثناء انعقاد المجلس؟ ما حول ماذا كانت تدور أبرز الكلمات؟ يعني أغلب كلمات مجلس النواب هي كلمات تعبر عن الشعب لأن مجلس النواب يعني العضو في البرلمان هو يمثل الشعب لا يمثل حزبه يعني هذه يعني ولا يمثل دائرته عضو مجلس النواب وفق الدستور يمثل الشعب اليمني وإذا كانت أطروحات أعضاء مجلس النواب هي أطروحات تعبر عن مطالب الناس يطالبون بالأمن الناس يطالبون بالراتب الناس يطالبون بالاستقرار الناس يطالبون بما يجعلهم أقل تعاسة وأكثر سعادة الناس يطالبون بإزالة الاحتلال الواقع حتى الآن لبعض المحافظات وهذا إن شاء الله سيكون عندما أنا أقول لك انعقاد المجلس في حد ذاته أعاد الروح القوية لجسم الشرعية يعني كان يعني إضافة كبيرة افتقدها قيادة الشرعية اليوم مجلس النواب أعاد الروح القوية الإشعاع القوي لهذا الجسم وصرنا كتلة واحدة سواء كانت مؤسسة الرئاسة أو مؤسسة مجلس النواب يعني الكتلة البرلمانية تقريبا للتجمع علمي إصلاح وأنت أحد أعضائها قدمت مجموعة من النقاط تقريبا لمجلس النواب أو للحكومة أيضا عندما قدمت موازنة الدولة وفق اللائحة أول المتحدثين يكون رؤساء الكتل ومنحت الكلمة للأخ رئيس كتلة البرلماني للإصلاح الأخ عبد الرزاق الهجري وقد سمعه الناس أنه عبر عن مطالب شعب وكان مبدعا في طرحه وأغلب الأعضاء من كل المكونات يعني أيدوا ما قال وطرحت هذه المطالب في التوصيات في توصيات اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة الموازنة وهذه التوصيات تحولت إلى توصيات من المجلس فدائما التوصيات للحكومة هي نابعة من مقترحات الأعضاء وإذا كان رئيس كتلة الإصلاح كان موفق إلى حد كبير وأنا أقول لك هو وكل الأعضاء لو سمح لهم أن يتكلموا أو أرادوا أن يتكلموا البعض قد ربما لا يريد لكان عبر بما لأنه عبر بما شاهده وما لمسه من حياة يعيشها هذا الشعب الذي يذوق المر تحت سياط هذا الانقلاب ونتيجة لما حدث من نتائج سيئة لهذا الانقلاب على حياة المواطن اليمني. الكتل البرلمانية مكتملة ورؤساءها موجودين خصوصا فيما يتعلق بالمؤتمر الشعبي العام بعد أن انتقل رئيس كتلته البرلمانية إلى رئاسة مجلس النواب. أيوة الكتل البرلمانية كل حزب لديه رئيس كتلة يعني أظن الآن القائم برئاسة كتلة المؤتمر الآن تقريبا عبد العزيز كرو وسمح له وهو من قائم بعمل بدلا عن البركاني لأنه قائم بعمل حتى الآن يعني هو كان نائب رئيس الكتلة هو كان نائب رئيس الكتلة أظن أنه الكتلة سيختارون رئيس لهم هذا أمر يخص الأخوة في الحزب المؤتمر تحدث المجلس على أنه شرع في تكوين لجانه لجان المجلس ما هي أبرز هذه اللجان وما الذي تم في هذه الخطوة؟
اللجان هناك كلفت هيئة رئاسة المجلس أنها تناقش هذه اللجان ورئاستها وفق المبادرة الخليجية، وإن شاء الله يعني في الجلسة في اللقاء القادم سيتم إعلان وتشكيل هذه اللجان. أيضا أنا أنبه أن هناك تم تكوين لجنتين مهمتين، خاصة لجنة تقوم بالاتصال بالخارج وتوضيح للخارج ما تقوم به ميليشيات الحوثي من انتهاكات في حق الإنسان اليمني سواء كان عضو مجلس نواب أو كان مواطن، وشكلت هذه اللجنة. وأيضا لجنة شكلت للتحقق من الفساد الذي يقال أنه حدث في البنك المركزي وحدث في ما يسمى بالمضاربة بالريال والدولار والتي سبب نكبة اقتصادية للشعب اليمني، شكلت أيضا لجنة للتحقيق في هذه المسألة. جميل، يعني إذا لجنة تحقيق ولجنة تواصل. نعم. بقية لجان أخرى ربما يمكن الحديث عنها؟ لا هذه هناك لجان تابعة لمجلس النواب أساسية. لا لا فيها حقوقية. نعم نعم لا هذه اللجان الأساسية سيتم التشاور فيها بين أعضاء هيئة رئاسة المجلس. وإن شاء الله يمكن تشكل بدون انعقاد من المجلس حتى. أيوة خلاص يشكلوا في أي يشكلوها ثم بعد ذلك يعلنوا فيها والمجلس يصوت عليها في اللقاء القادم إن شاء الله. لكن نتكلم عن ما حدث الآن عاجلا، عن لجنتين، لجنة التواصل الخارجي وأظنها برئاسة الأخ محمد الكسادي، ولجنة للتحقيق فيما يقال عن فساد في البنك المركزي. طيب الحكومة مع تقديمها لموازنتها التقديرية التي قدمتها لمجلس النواب، هل كانت هناك مساءلات من نوع معين للحكومة، لوزراء في الحكومة، رسائل وتوصيات في جانب معين؟ نحن حقيقة نحن نعذر الحكومة إلى حد ما لأنها جرأت في ظرف عصيب جدا يعني، ونحن نطالبها الآن أن تقوم بما تستطيع، وهي قدمت لنا موازنة بما تستطيع، ولذلك هي ملزمة الآن بتنفيذ هذه الموازنة التي نحن قبلناها بالحد الأدنى. الأسئلة طرحت، هناك أسئلة وهي من حق أعضاء مجلس النواب، وكان تقريبا سؤال أخ الآن قد هنا رئيس البرلمان وهو محسن بعصرة، وأيضا تقريبا سعيد دومان قدم سؤال. هذه الأسئلة تصب في هموم المواطن، هموم المواطن ومطالب المواطن، وأردنا أن نشعر أن أشعر الشعب أننا عدنا لتمثيله، ونشعر الحكومة أنها تحت الرقابة، وأنه لا اليوم تغير الوضع، لا يوجد، لا يمكن لأحد أن يحمي عضو في الحكومة عن أي فساد يرتكبه، ويجب أن يكون الكل تحت المساءلة، وهذا واجب وطني يستند إلى الدستور وإلى القانون. ولذلك الآن أنا أقول أن الحكومة الآن ستفعل نفسها إجباريا، وهي تشعر أنها ستحاسب أمام مجلس النواب الذين هم يمثلون الشعب، وصار اليوم الشعب يراقب مجلس النواب أكثر مما كان يراقبه في الماضي، وصار متعطشا، ولذلك صاروا يسمعون كل صغيرة وكبيرة. طب الأعضاء الذين حضروا يعني كم العدد بالضبط الذي تم الإعلان عن هذا أولا، ومدى توافقه مع النصاب؟ هناك حديث أنه وصل للنصاب وزيادة. الأعضاء الذين حضروا 138، لكن في تقريبا 4 أو 3 في السكايب يعني حضروا عبر السكايب. أيوة من دول صوت. نعم. لم يتمكنوا من الحضور. لم يتمكنوا. أيوة لم يتمكنوا أم لم يريدوا؟ لا لا لم يتمكنوا وصوتوا. يعني الحمد لله احنا لم يكن عندنا تخوف من النصاب اصلا، لانه قد سبق وان اجتمعنا في الرياض في يوم اجتمعنا بالاخر الرئيس، وكان نصاب كافي ووافي، واحنا لم يكن هناك تخوف من النصاب ابدا. طيب كيف لماذا لم تتخذوا موقف من الاعضاء الذين يحضرون اجتماعات مجلس النواب في صنعاء او رفضوا ان يحضروا ممن هم خارج البلاد؟ نحن نعتبر كل الأعضاء الموجودين الآن هم أعضاء مجلس النواب، لا نستطيع أن إلا أنه إنسان غاب بعذر، إنسان غاب بدون عذر، وإنسان حضر، أعضاء مجلس النواب هكذا. لكن أنا أقول الشعب سيحاسب الكل،
الشعب سيعرف من الذي وقف في أحلك الظروف، الشعب سيعرف من الذي خاف على دكانه مقابل أن يهدم مطن، أو خاف على مصلحته مقابل أن تنتهك مصلحة شعب. الكل يعرف. نحن قد نعذر بعض الأعضاء أنهم ما استطاعوا أن يخرجوا، لكن لا نعذرهم أنهم يحضرون جلسات. خلاص اليوم حتى بعد الآن هم يعرفون أن هذا المجلس خلاص، الآن مجلس النواب معترف، الذي مجلس النواب اليمني هو برئاسة الأخ سلطان البركاني، ولم يعد هناك مجلس نواب يمني برئاسة يحيى الراعي، وأمام العالم، والعالم الآن معترف بهذا المجلس. فأي محاولة أو حضور هناك فهي من باب العبث السياسي، لكن أنا أقول أن العضو بالبرلمان لا يجب أن يضع نفسه في موضع يهينه. كان هناك مطالبات من بعض الناشطين أن يتم رفع الحصانة على هؤلاء، هل ناقشتم هذا الموضوع في مجلس النواب أو حتى كفكرة؟ نحن ملتزمون بالقانون. نحن إلى الآن نتحدث عن اغتصاب لقاعة مجلس النواب في صنعاء، وساحة مجلس النواب في صنعاء، وهناك اختطاف لبعض أعضاء مجلس النواب في صنعاء. لم يعني هناك أعضاء مجلس النواب يعملون ويزورون الجبهات التي يقودها الحوثي ضد الشعب ومعروفون. من حق الشعب أن يطالب، من حق الشعب أن يرفض هذه السلوكيات، من حق المجلس أن يرفع الحصانة عنهم، من حقهم. ولكن أنا أقول أن إحنا كنا مضغوطين في أعمال كثيرة كانت أولوياتها أهم، لأنها تخفف المعاناة عن الشعب. أنا أقول في الجلسات القادمة إن شاء الله، بعد إحنا رفعنا الجلسات إلى ما بعد رمضان، إن شاء الله سيكون هناك، إن شاء الله أنا أتوقع أنه الأعضاء سيحاولون الالتحاق بإخوانهم في الشرعية، ما أعد الله، إن شاء الله سيكون في حقهم إجراءات. هل هناك أي أحد التحق من أعضاء مجلس النواب في صنعاء في المجلس أيام ما كان أثناء انعقاده؟ نعم في سيوم؟ نعم التحق، ولذلك واحد أو اثنين أو كم؟ لا، هو الذي التحق واحد أيوه الذي ظهر، تمكن الذي ظهر تمكن من مغادرة صنعاء والالتحاق بالمجلس في سيوم. نعم أيوه، ولذلك يعني فعلا أنا أقول لو أتيحت في بعض أعضاء سيأتون، وفي بعض أعضاء قد هم مقتنعين أنهم حوثة يعني، لكنهم قلة يعني. طيب الحضور الدولي إلى أي مدى كان متوفرا ويعني موجودا في انعقاد مجلس النواب في سيوم؟ الحضور كان طيب. أنا أقول لك الإشكالية كانت في سيئون مدينة صغيرة، يعني إمكانيتها يعني تخيل الإخوة المنظمين، الإخوة السعوديين الذين تكفلوا بالأمن وكذا يعني كانوا ما وجدوا مكان يعني يجلسوا فيه. نحن أعضاء مجلس النواب كنا كل ثلاثة في غرفة يعني، فكان المدينة جزاهم الله خير. أنا أيضا أوجه لهم شكر لإخواني في محافظة حضرموت، وهم أكثر ما يستحق الشكر لأنهم احتضنوا الوطن بأكمله، فلهم مننا كل الشكر وكل التقدير. حضر رئيس المؤتمر العربي، كان البرلمان العربي حضر وأيد، وأيضا عن طريق البرلمان العربي سيوصل الرسالة إلى البرلمانات الدولية. كان هناك حديث عن حضور سفراء ربما لم يتمكنوا بسبب بسبب ما أشرت إليها من خدمات وتوفير أماكن. نعم توفير، فالحمد لله يعني. لكن يعني كان في ترحيب دولي، في انعقاد المجلس. كان هناك وحتى اليوم جريفيث، أنا كنت أتحدث عن المبعوث الأممي، كان هناك حديث على أنه كان سيزور سيئون. نعم. وأرسل برسالة بهذا الشأن ثم تراجع، أرسل نتيجة قلت لك للوضع الذي ذكرت، والحمد لله اليوم اجتمع مع هيئة رئاسة المجلس وهنأهم عن المجلس. نعم في الرياض، واجتمعوا أيضا هيئة رئاسة المجلس بالسفير الأمريكي وتم التهنئة، والمجتمع الدولي بشكل عام مرحب يعني أن تكون هناك مؤسسة تشريعية تمثل الشعب اليمني، تكون واجهة
إضافة إلى مؤسسة الرئاسة، هذا شيء طيب، يعني أن الشعب اليمني لديه عينان، مؤسسة الرئاسة ومؤسسة البرلمان. طيب شيخ محمد، سنخرج إلى فاصل قصير، نعود ونكمل حوارنا معك حول اجتماع مجلس النواب والنتائج هذا الاجتماع وخطط المجلس المستقبلية. فاصل ثم نعود. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو النائب الشيخ محمد الحزمي عضو مجلس النواب اليمني، حول انعقاد اجتماع مجلس النواب في سيئون ونتائج هذا الاجتماع وخططه المستقبلية. وجدد ترحيبي بك شيخ محمد. الحكومة قدمت لمجلس النواب مشروع يعتبر أو يطالب باعتبار مجلس اعتبار جماعة الحوثي جماعة إرهابية، ما فكرة هذا المشروع وكيف تعاملتم معه؟ الحقيقة من حق الحكومة أنها وفق للقانون أن تقدم أي مشروع، ولا يحق للمجلس النواب أن يرفضه، بل عليه أن يدرسه، يعمل المناقشة أولية ثم يحله إلى اللجنة المختصة، واللجنة المختصة هي اللجنة الدستورية، ثم هذه اللجنة تقرر هل هو دستوري أم غير دستوري. فإن كان دستوري يتم بعد ذلك إثراءه وإنزاله إلى قاعة المجلس لمناقشته وإقراره، وإن كان غير دستوري فهو يرفض. فهذا المشروع قبل، من صوت عليه الأعضاء جميعا وحالته إلى اللجنة، وإن شاء الله بعد رمضان سيتم التصويت عليه. الحكومة ترى أن جماعة الحوثي كما يراها الشعب أنها جماعة حققت، تسعى لتحقيق أهداف سياسية بعمل عن طريق استخدام السلاح والقوة، وهذا أمر متعارف عليه في العالم أن هذا هو عمل إرهابي، واستخدمت القتل والتهجير والتفجير، وصادرت الحريات وصادرت العملية السياسية بأكملها، واستحوذت على السلطة بقوة السلاح. فهذا ما إذا لم يكن هذا عمل إرهابي فما هو الإرهاب يعني. طيب انعقد مجلس النواب لمدة 3 أيام، يعني أنا أيضا أضيف أنه بعض الأعضاء كان يرفض هذه الفكرة، يقول كيف يعني أنها جماعة إرهابية وأنتم ستتفاوضون معها أو تتفاوضون معها، كأن هذا 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 وهذا التكييف خاطئ جدا. يعني أنت لو أن أحدا أو إرهابي اختطفك، هل معنى ذلك أنا لا يحق لي أن أتفاوض معه ليخرجك بسلام؟ لا، ستتفاوض معه. هذا منطقيا وواقعيا. حركة طالبان تصنف دوليا، وأمريكا تصنفها من منظمة إرهابية، ومع ذلك اليوم تتفاوض معها في الدوحة. الحكومة الإثيوبية صنفت مجموعات مسلحة أنها إرهابية، واليوم شاركتها في الحكومة وتفاوضت معها وشاركتها في الحكومة. الجيش الجمهوري الإيرلندي مصنف بريطانيا أنه منظمة إرهابية، ومع ذلك تم التفاوض معه وإحلال السلام في إيرلندا. يعني هذا 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 واقع، أن هذه القضية، أن التجريم أو تجريم أي قوى سياسية على فعلها لا ينفي أنك إذا تركت هذا الفعل القبيح وهذا الإجرام أنك تفاوض معه، هذا شيء طبيعي. مقابل أن يعني حتى الحوثيين، نحن لا نقاتلهم لأنهم حوثيين، نحن نقاتلهم لأنهم بغاة، لأنهم ظلموا، لأنهم دمروا، لأنهم فجروا، لأنهم اختطفوا، لأنهم نابوا. عندما ينتهوا من هذا فلكل حديث حديث، الأمر سهل يعني. طيب انعقد المجلس لمدة 3 أيام، كان هناك بعض التصريحات من أعضاء المجلس أنه ربما يكون انعقاد أطول من هذه الفترة، يعني هل أنجز المجلس أعماله في 3 أيام أم أن هناك أمور أخرى، أم أن أيضا المجلس سينعقد في وقت آخر؟ الأول أنا كما ذكرت أن المجلس قام بدور خلال الأيام هذه الأربعة بدور كبير جدا، مطالب كثير يعني تحققت، بدأ الآن يتفرغ عبر لجانه لمراقبة الأداء لما قدمه خلال هذه الفترة، وهذا التفرغ يتطلب إن شاء الله إلى رمضان بإذن الله.
وبعد رمضان يستأنف المجلس إلى ساعته. يعني الثلاثة الأيام، لأن هناك لجان شكلت كما ذكرت للنزول ميدانيا. الثلاثة الأيام التي أربع أيام، نعم ثلاثة أيام أو أربع أيام، ثلاثة أيام، ثلاثة الأيام التي عقدتم من خلالها اجتماعكم في سيئون، هي كانت ضمن الخطة وضمن البرنامج؟ نعم نعم، كانت ضمن الخطة، نعم. اللقاء القادم هل تم الاتفاق أين سيكون؟ لقاء مجلس النواب القادم. لا يوجد اتفاق، لكن هيئة الرئاسة هي المناط بها الآن أن تدعو مجلس النواب للانعقاد، وبالنسبة للمكان فهو من اختصاص الأخ رئيس الجمهورية، لأنه لابد أن يصدر به هذا إذا كانوا سينقلونه من سيئون، فهو يحتاج إلى قرار جمهوري. يحتاج إلى قرار جمهوري المكان لنقل المجلس إلى مكان آخر. نعم، لكن لو هي ليست العاصمة، يعني القرار الجمهوري كان لنقل مجلس النواب من العاصمة، وتبقى أي مدينة ربما الشيخ محمد قابلة لأن تستقبل مجلس النواب بناء على هذا القرار العام. لا، هو ما ينقلش إلا عاصمة مؤقتة، ولذلك حتى لما ينقل إلى مكان آخر في إطار في نطاق الجمهورية فلا بد من قرار جمهوري، وإلا سينعقد في سيئون كما هو المعتاد. هذا إذا أراد أن ينتقل إلى مدينة أخرى. طيب، فيما يتعلق بنتائج اجتماع مجلس النواب، ما الذي خرج به؟ أظن البيان أنتم سمعتموه. نعم. أول شيء أنه أكد على رمزية الأخ رئيس الجمهورية بأنه رمز الشرعية، وهذا يزيل التخوف الذي كان البعض يظن أن هنالك تصادم سيكون بين مجلس النواب والرئيس، وهذا كلام غير صحيح. كان البيان واضح أن الأخ الرئيس مثل الرمز للشرعية والكل يد واحدة حتى استعادة الدولة. النقطة الثانية وهي كان أن كل ما صدر عن السلطة الانقلابية في صنعاء هو في حكم العدم، وهذه رسالة واضحة للذين تمادوا في شراء عقارات وأراضي الدولة أو تمادوا في شراء ممتلكات تصادر، أنها في حكم العدم وأنهم سيحاسبون على ما اقترفوه وما نهبوه. يعني أحد الإخوة الأعضاء الذين جاءوا من صنعاء يحلف يمين قال أن أوقاف البيضاء كلها تم نهبها، أراضي الوقف وما أكثرها كلها قسمت البيضاء، أي في البيضاء، محافظة البيضاء قال قسمت بين المشرفين، هكذا قال. شيء فعلا مؤلم، وهذا على مستوى أن تحكم على بقية المستوى. هناك نهب منظم أيضا، كان هناك نهب للصناديق السيادية، صندوق المعاشات، صندوق التقاعد، صندوق الرياضة، صندوق، وهذه نحن ركزنا وطرحنا في مجلس النواب أن هذه مسؤولية شخصية، ما يسمى بوزير في حكومة الانقلاب مسؤول عن نهب هذه الصناديق وهو يتحملها شخصيا. ماذا عن بقية ما ورد في البيان؟ أيضا هناك ما ورد في البيان أن رواتب الجيش ستكون منتظمة، أيضا يجب أن تسخر إمكانيات الدولة في استعادة بقية المحافظات التي تحت الاحتلال الميليشياوي. وأيضا كان في البيان رسائل شكر للإخوة في التحالف العربي على ما يقدمه للشعب اليمني وما يقدمه في استرداد دولتهم المختطفة. نحن حقيقة يعني لا يعني البعض ينظر إلى أخطاء التحالف ولا ينظر إلى إيجابية التحالف. يجب علينا أن نشعر أن كل خطأ يرتكب هنا أو هناك أو مشكلة هو سبب الانقلاب. لو لم يكن هناك انقلاب ما كان في هذا التدخل، ولا كان في هذه المأساة، ولا كان في هذه المشاكل، ولا كان في هذا الفقر، ولا بسبب الانقلاب كل هذا. لذلك البوصلة يجب أن تظل كما هي، موجهة إلى أن الإشكاليتنا ومصيبتنا هي في الانقلاب الذي أحدث هذه النكبة للشعب اليمني. لا تقول لي أنت تحالف أو جيران أو عاصفة الحزم أو يا إخواني، لو يعني عندما جاءت عاصفة الحزم اليمن لم يكن يسع أحد إلا الحوثيين،
يعني لم ما وجدنا مكان لأقدامنا نمكث فيها. اليوم الحمد لله عقدنا مجلس النواب وسط اليمن وكان تحت التحدي والتهديد. يعني مجلس النواب مجلس منتخب من قبل الشعب اليمني. يعني هذه العصابة صادرت هذا المجلس أول ما دخلت صنعاء وأغلقته، وبعد عندما احتاجوا إلى غطاء سياسي فتحوه وعينوا مشرف الذي كان يشتغل في 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 صندوق المجلس، ولد صغير هذا اسمه غسان مشرف على أعضاء مجلس النواب. تخيل رئيس مجلس النواب يشرف على كان موظف عندهم في 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 الصندوق. فاليوم مجلس وبعد لما جاء أن الغطاء السياسي هذا خرج عنهم وذهب أغلبية الأعضاء قالوا هذا هذا المجلس منتهي. طيب بعده راح يعملوا انتخابات تكميلية. طيب أنت قلت منتهي، كيف تعمل انتخابات تكميلية؟ ففعلا كان انعقاد المجلس سبب ضربة سياسية قاسية. لم أنا أشتي أقول أننا يعني مهما كانت الأخطاء التي ترتكب هنا أو هناك، فنقول أن إيجابية الإخوة في التحالف مع الشرعية اليمنية، وأنا أقول مهما كثر الوجع لا أن إن شاء الله هذا الألم سينتهي وسنستعيد الدولة. واليوم القوى السياسية شكلت المجلس الوطني، كان رسالة أيضا قوية. هذا المجلس الذي جمع القوى السياسية المؤثرة من أجل أن يتم استعادة وإتمام استعادة الوطن. طيب في إطار انعقاد المجلس الآن، وأنت وصفتها بأنها ضربة سياسية، الحوثيين لا يحتاجوا لهزيمة سياسية، يحتاجون كما يرى البعض هزيمة عسكرية. ما الذي أضافه انعقاد المجلس؟ لا 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 لا, لا, لا يمكن لا يمكن. أنت بحاجة أن تضربهم سياسيا وتضربهم اقتصاديا وتضربهم عسكريا. هذا من البديهيات. يعني هم يبحثون عن غطاء سياسي، كان عندهم غطاء سياسي المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس السابق، لما قتلوا انتهى هذا الغطاء السياسي، بقي لهم جزء من أعضاء مجلس النواب كانوا يستخدموهم. لا هم غير مقتنعين أصلا في العملية السياسية أن تكون عملية سياسية متعددة. هم لا يعرفون إلا ولاية الفقيه، لا يعرفون إلا السيد هو الحاكم، فهم لا يعترفون بالعملية السياسية القائمة العام في العالم بكله، ولكن كانوا يستخدموا هذا بعض الأعضاء في الغطاء السياسي، أن هذا ممثلين الشعب وذا معانا، هذا رئيس مجلس النواب وهذا نائب رئيس مجلس النواب وهذا أعضاء مجلس النواب، حتى لو ما بش نصاب، لكن كانوا يصوروا للعالم أن المجلس النواب ينعقد في صنعاء، فكان هذا من جزء من الغطاء السياسي. لكن اليوم هذا الغطاء انكشف وصاروا اليوم لوحدهم يشتغلوا، لذلك أنت تجد أنهم في غمرتهم ساهون. يعني ما صدقوا أنهم كانوا يراهنوا على خلافتنا واستمرار خلافاتنا والخلافات بين القوى السياسية، كانوا يراهنون على ذلك. فلما الحمد لله تجاوزنا هذه العقبة يعني هم شعروا بالصدمة، ولذلك لماذا هذه الهسترة ونزلوا فوق البيوت وأعضاء المجلس النواب وهات يا كلام وهات يا تهديد، هذا نتيجة أنهم فعلا تلقوا ضربة سياسية قوية. لكن يحاولون أن يعوضوا هذه الضربة التي أشرت إليها من خلال ما هو واضح من تحركاتهم في بعض الجبهات، وخصوصا فيما يتعلق بمريس وفيما يتعلق بالبيضان، وكأنهم يعتبرون المعركة معركة عسكرية، وأي انتصار ربما هو الذي يغير المعادلة. لا هم يريدوا أن يغطوا على هذا الحدث الكبير الذي أفرح الكبير والصغير في اليمن، أرادوا أن يحدثوا في انتصارات ما استطاعوا أن يحققوها ولن يستطيعوا. أنا أقول لك الحوثيون هم في أضعف حالة. الحوثيون هم في أنا أعتبرهم أنهم في العناية المركزة، إنما كان ضعف أداء الشرعية يعني هو الذي جعلهم كأنهم في يعني أن هذا الضعف هو يشكل لهم غرفة العناية المركزة التي تطيل نوع من الـ تعطيهم نفس أطول. لكن هم منتهيين، يعني هم ضعاف إلى حد كبير. حتى الذين جاءوا من صنعاء وتكلموا عن وضعهم قالوا وضع مسري يعني، لكن فعلا كان ضعف الأداء. أنا أقول لا ليس ضعف الشرعية ولكن ضعف أداء الشرعية، لكن انعقاد المجلس في تقوية، هو التقوية
هو تقوية لهذا الجسم الذي سيقاوم هذا الانقلاب ويتمم ما أتمه الله عز وجل علينا من نعمه باستعادة الوطن. الحوثيون اليوم ليسوا كما كانوا في السابق، ومن قال غير ذلك فهو لا يفهم ولا يعرف. الحوثيون اليوم فيهم في أضعف حالة، إذا اشتدينا نحن وقوات الشرعية انتهى أمر الحوثيين. الحوثيين يراهنون الآن أن المجتمع الدولي، أنه منظمة الأمم المتحدة، أنها ستعمل على حمايتهم، على المراوغة، على كذا كذا. لكن أنا أقول أن الشعب اليمني بالتفاف حول الشرعية، وأيضا الشرعية تحترم نفسها وتواصل صمودها وتقوي نفسها، يعني تشعر أنها مسؤولة أمام الله عز وجل، أمام هذا الشعب، أنها تكون عند قدر المسؤولية، أظن إن شاء الله الأمور إلى خير. طيب ختاما، ما هي الخطط البرامجية القادمة لعمل المجلس؟ المجلس أنه يستكمل لجانه، لأنه تشكيل اللجان مهم. أنت تعرف أن اللجان هي المطابخ كما يقال، مطبخ القرارات والتشريعات والمراقبة. أهم شيء تشكيل اللجان إن شاء الله. وأيضا أنا كالجدول أمامنا مهام كثيرة جدا، لأن مطالب الشعب كثيرة جدا. أيضا الآن إحنا نركز في الفترة هذه الفترة طبعا سيتم تشكيل لجان، تقريبا 4 لجان. هذه لجان إن شاء الله ستزور كثير من الدول لتوضيح القضية اليمنية. وهذه يعني سيكون يعني المجلس الآن ليس كما يقال أنه في عطلة، لا يوجد عطلة إن شاء الله. هناك إن شاء الله لجان ستشكل لزيارة الخارج، غير اللجنة التي كلفت خاصة بانتهاكة الحقوق. لا، في هناك لجان إن شاء الله ستزور الخارج وتوضح للعالم هذه حقيقة هذه الميليشيات وحقيقة أثر الانقلاب على حياة المواطن، الأثر السيء. وسيبقى أيضا مراقبة الأداء للحكومة مراقبة أداء الحكومة. نعم. إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لك الشيخ محمد الحزمي عضو مجلس النواب، كنت معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك ولكل متابعينا الذين تابعونا في حلقة اليوم من برنامج مستقبل الوطن، وبإذن الله تعالى نلقاكم في الحلقات القادمة ونناقش مستجدات الأوضاع والقضايا السياسية على الصعيد الوطني. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.